مرحبا بكم معنا فيديو جديد البنات. اليوم غادي نقترح عليكم الانصومب ديال الكروف، حله جديده ديالو اللي كيجي غزال وزوين، كتجي فيه لا شيمبوندونتي في لا باغ لي بوكل والبغاس لي انصومب لي كامل مكمل، شي حاجه اللي رائعه وغزاله اللي غادي نحاولوا نشوفوا كل حاجه فيها عن قرب. بالنسبه لا شيمبوندونتي في البنات فهي كتجي على هذا الشكل، بوندونتي كيجي هكا على شكل دائري، فيه هكا هذا الكرو اللي فيه حجرات بيان سيرتي كيجيو رائعين وغزالين. من لور البوندونتي ديالنا كيجي على هذا الشكل مع اون شين ديال شوبار اللي غزاله وزوينه، شي حاجه اللي صح والعمل وانيقه. بالنسبه للابوكل فهي الميم ديزاين بحالها بحال لا شيمبوندونتيف، هكا هاد الكلو اللي كيجي على هاد الشكل في هاد الحجرات اللي بيان سيرتي، العمود ديالو كيجي بحال هكا، كتسد لابوكل ديالنا على هاد الطريقه وكتحل بهاد الطريقه. بالنسبه للاباك فهو كيجي غزال وزوين، لاباك ديالنا البنات كتجي على هاد الشكل، الحجرات كيف العاده فوالا، لا ليونس ديالو كيجي على هاد الشكل، الطابع ديال الديوانه كيجي هنا، ومن الداخل لاباك ديالنا كتجي على هاد الشكل. واخر حاجه كتجي في لو براسلي في لونسومبل بلوتو البنات هي لو براسلي اللي كيجي بحال هكا، الحجرات كيف العاده لي بيان سيرتي كيجيو رائعين وغزالين، كيجي على هذا الشكل من الجنب. من لور لو براسلي ديالنا كيجي بحال هكا، عنده تسديده سيكوريتي اللي كيتحل منها، وكيجي على هذا الشكل من الداخل براسلي اللي غزال وزوين اللي غادي نحاول نوريه لك كيف كيجي ملبوس. لونسومبل بالبوس ديالنا البنات كيجي على هذا الشكل، كيجي شي حاجه اللي غزاله وزوينه. بالنسبه للاباك مع لو براسلي فهما كيجيو بحال هكا، شي حاجه اللي راقيه في اللبسه ديالها وانيقه اللي تقدري تلبسيها ديما، كتجي يا سلام غزالين وزوينين. لا شيمبوندونتيف ديالنا البنات كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، ديزاين ديالها غزال انيقين ورائعين، ولي بوكل كيجيو بحال هكا يا سلام في اللبسه ديالهم. اللي كنتمنى انهم يكونوا واضحين بالنسبه لكم ونالوا الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون ديال لونسومبل كاملين البنات كاينين في لا باغ دانفورماسيون. بصحه وراحه، وما تنساوش مجوهرات فاتين دايبي حتى لعندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.